عليه وسلم. فقال الحسين عليه السلام: عن إذنك يا أباه يا أمير المؤمنين، وعن إذنك يا أماه يا سيدة نساء العالمين، وعن إذنك يا أخاه الحسن الزكي، أختار لكم شيئا من فواكه الجنة. فقالوا جميعا: قل يا حسين، قل يا حسين ما شئت. فقبا جنيا. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قد علم الله ذلك. ثم قال: يا فاطمة، قوم ادخل البيت واحضري إلينا ما فيه. فدخلت فرأت فيه طبقا من البلور. ادخل البيت وأحضري إلينا ما فيه. فدخلت فرأت فيه طبقا من البلور مغطى بمنديل في غير أوانه. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كما قالت ابنة عمران. فقام النبي وتناوله منها وقد حيم، ثم أخذ رطبا فوضعها في فم الحسين، فقال: هنيئا مريئا يا حسين. ثم أخذ رطبا فوضع حسن، ثم أخذ رطبة ثالثة فوضعها في فم فاطمة الزهراء، وقال: هنيئا مريئا لك يا فاطمة. رابعة فوضعها في فم علي عليه السلام، وقال: هنيئا لك يا علي. ثم ناول عليا رطبا: هنيئا لك يا علي. ثم وثب النبي محمد صلى الله عليه وارتفعت المائدة إلى السماء بإذن الله. فقالت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: يا أبا، لقد رأيت اليوم منك عجبا. فقال: يا فاطمة، أما الرطبة الأولى التي وضعتها في فم الحسين عليه السلام، وقلت له: يقولان هنيئا لك يا حسين. فقلت أيضا موافقا لقولهما بالقول: هنيئا لك يا حسين. ثم أخذت الرطبة الثانية فوضعتها في فم الحسن، فسمعت جبرائيل وميكائيل يقولون يقولان هنيئا لك. فالثالثة فوضعتها في فمك يا فاطمة، فسمعت الحور العين مسرورين مشرفين علينا من فاطمة. فقلت موافقا لهن بالقول. ولما أخذت الرطب الرابعة فوضعتها في فم علي عليه السلام يقول: هنيئا مريئا لك يا علي. فقلت موافقا لقول الله عز وجل. ثم ناولت عليا رطبة سبحانه وتعالى يقول: هنيئا مريئا لك يا علي. ثم قمت إجلالا لرب العزة جل جلاله، فسمعته يقول: وجلالي، لو ناولت عليا من هذه الساعة إلى يوم القيامة رطبة رطبا لقلت له هنيئا. يا إخواني، هذا هو الشرف الرفيع والفضل المنيع، لمثل علاهم ينتهي المجد والفخر، وعند ندى العلا مثل يومهم إذا ما علا قدرا ويومهم عمر، وأيامهم بيض إذا اسود حادثون،
وأسيافهم حمر وأكنافهم خضر. ملكتم فلا عدوى، حكمتم فلا هوى، علمتم فلا دعوى، علوتم فلا كبروا. وذكروا فيا إخواني كيف الصبر لمن يتأمل مولاه الإمام الحسين عليه السلام واقفا في عرس الألاه. ألاه من نصير، ألا هل من نصير ينصر آل محمد المختار؟ ألا هل من ذاب يذب عن الذرية الأطهار؟ أين الأتقياء؟ أين من أوجب حقا عليه الإسلام؟ أين الوصية فينا من الرسول صلى الله عليه؟ عجباه من غفلة أهل هذا الزمان واشتغالهم عن إقامة عزاء الشهيد العطشان. وما عذر أهل الإيمان في على سيدي شباب أهل الجنان ونسل سيدي ولد عدنان؟ ألم يعلموا أن النبي أضحى لمصابه موتورا ولقتله مضطهدا مقهورا؟ وكيف لا نبكي لبكاء الزهراء؟ وكيف لا نحزن لحزن المرتضى؟ وكيف لا ننواب ونحوز الجنة يوم المآب؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا آل الرسول ما لاقوا من الخطب المهول لاختاروا الموت والفناء على الحياة والبقاء. وكيف لا والحسين عليه السلام معلى رأسه على رأس رمح ميال وذراريه تسبى حسرا على الجمال؟ يطاف بهم في البلاد مقيدين في الأصفاد، كل هذا والدموع جامدة والعيون راقدة والأصوات خامدة. فسيلوا رحمكم الله على هذا المصاب شآبيب الهتان، وتجلببوا جلابيب الاكتئاب والأحزان، وأظهروا النوح والعوم، وتواسون النبي في الحزن على مصابهم. أما تحبون أن يرضى عنكم مبدع الموجودات؟ أما تؤمنوا بذلك آمنين من الكربات يوم عرض الخلائق على رب السماوات؟ فإن من لم يحزن لهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.